يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات احساس ومشاعر تفكير برج الثور في شهر ديسمبر 2019. برج الثور انت عندك تفكير كتير جدا جدا، يعني بيفكر 48 ساعة في ال 24 ساعة، بيفكر بشكل دايما ومستمر في نجاحه، في تطويره، في حياته، في ان هو ازاي يبقى حاجة كبيرة وقيمة زيادة. دايما اساسا فكرة برج الثور هو برج يعني يعشق النجاح ويعشق ان هو يكون ماهر، مش ناجح فقط، يعني نجاح بمهارة قوية جدا، وان كل يتكلم على نجاح برج الثور. فده حاجة بطبع برج الثور. انت عندك في شهر ديسمبر طبعك ده هيبقى غالب عليك جدا، على الرغم ان هيكون في بعض القلق والتوتر اللي انت بتعاني منه جدا جدا يا برج الثور في نجاح عملك، في ان انت بتضغط على نفسك عشان ازاي تسعى لحاجة افضل. عندك ضغوط كمان عائلية، دي ضغطة عليك في أمورك العملية، يعني مأثرة عليك بشكل قوي. ولكن انت يا برج الثور بتفكر جدا جدا ان انا ازاي انجح، يعني رغم كل الضغوط انت مستمر في فكرة ان انت تنظر لنجاحك وتطوير شخصيتك وتطوير نفسك وتطوير عملك، خاصة الناس اللي هي بتشتغل في مشروع خاص او عندها فكرة مشروع خاص، ده هيبقى في عندكم نجاح بشكل كبير جدا. كمان بتفكر في انك ازاي تنجح بمهارة، يعني انت مش بتفكر انك ازاي تنجح بس، انت بتفكر انك ازاي تنجح بمهارة، ان ازاي مثلا مشروعك يكون اسم مسمع، ان حاجة تبقى واو، ان حاجة تبقى مفيش حد بعد او مفيش حاجة بعد كده. فانت بتحاول ان انت تعمل اللي محدش عمله، بتفكر كتير انك تعمل حاجة مختلفة، حاجة تكون يعني الكل يبقى باصص ليك انت، فده تفكيرك قوي قوي. كمان انت بتفكر ان انت محتاج بعض المال او زيادة المال عشان مشروعك يمشي على الشكل اللي انت عايزه او المهارة اللي انت رسمها لنفسك. فبرج الثور دايما عنده نجاح كبير جدا، ولكن هو محتاج زيادة مادية عشان يقدر يعدي ممكن بعض عراقيل صغيرة جدا هو عايز يعديها، ولكن مش عارف ازاي، ولكن هي هتعدي بالفلوس، يعني زي ما عندنا هنا في مصر يقولك بيعدوها بالفلوس. فانت محتاج جدا جدا يبقى يكون معاك دخل زيادة، بحيث ان كمان مش انت هتحتاجه، لا يكون في امان، بحيث ان انت لو مريت بحاجة معينة تعرف تنقذ نفسك وتنقذ العمل بتاعك، بحيث ان هو ما يكونش ناجح فقط، لا انت عايزه ينجح بمهارة. كمان برج الثور انت خايف جدا، خايف من الحاسدين، خايف من الحاقدين عليك، لان في كتير على فكرة حاقدين عليك، ودي حاجة مفروغ منها. كتير حاقدين عليك، عايزين يوقعوك في مشاكل، عايزين حاقدين على نجاحك، سواء بقى نجاحك العملي العاطفي، نجاحك في الامور الحياتية، باصين لنجاحك جدا، نجاحك في الدراسة، فباصين جدا جدا لنجاحك يا برج الثور. فلازم تحذر جدا جدا من الاخرين، لانك معرض لحسد، والحقد بتاعهم هيخليهم ممكن يعملوا لك مشاكل، يفتعلوا مشاكل يوقعوك فيها، وانت عارف ده. يعني مش عارفة اقول المشكلة ولا الميزة، ان برج الثور عارف ده جدا. فخلينا نحذر قوي قوي من الناس دي يا برج الثور. كمان برج الثور رغم التوتر اللي عنده والقلق اللي موجود عنده، لكن هو عنده حاسس بتفاؤل، حاسس ببعض الامل، حاسس ان في خير جاي. ده هيبقى معاك بشكل تدريجي على النص التاني من الشهر، هتحس لا تفاؤل اهو، لا انا حاسس فعلا انا متفائل بشكل كبير، في امل جاي، في نور جاي من بعيد. فانت هيبقى عندك فكرة الـ الطموح الزيادة بالامل اللي عندك والتفاؤل هيزود طموحك، ده هيكون من على النص التاني. انت نجاحك هيبقى ماشي بشكل مبهر جدا، ولكن بشكل تدريجي على نهاية الشهر هتلاقي نجاحك ده، يعني ممكن ما تحسهوش من البداية، ممكن ما تحسش بالبداية ولا تحس بالتفاؤل والامل في بداية الشهر، ولكن بشكل تدريجي يا برج الثور هيكون عندك احساس النجاح، ان انت وصلت فعلا لنجاح، واحساس الامل والتفاؤل بشكل كبير. كمان يا برج الثور مش كده وبس،
كمان يا برج السور انت حاسس بمسؤوليات، يعني حاسس ان انت قدام مسؤوليات ضخمة، مسؤول منها ان انت عايز تنجح فيها، مسؤول من الاهل، مسؤول من اشخاص، مسؤول من حاجة، ممكن يكون مدير العمل ادالك المسؤولية ان انت، ففكرة المسؤولية عندك، في مسؤولية سواء مسؤولية في عائلة، مسؤولية في العمل، مسؤولية في الدراسة، عندك ضغط بشكل كبير هو مسؤولية بالنسبة لك، وانت هتحس شوية ببداية الموضوع ان انت مهموم، ان انت ليه كده، ليه انا اللي اتحمل المسؤولية، مع ان هي مسؤولية ولكن هي النتيجة ايجابية جدا ليك، والمسؤولية دي جاية لصالحك، يعني هي جاية لصالحك انت، ولكن في البداية انت هتحس بده، هتقول لنفسك اشمعنى انا، وهتبقى مخنوق ومتضايق وتحس ان هو ضغط كبير عليك، ولكن مع الوقت هتعرف قيمة ده وهتبقى عادي جدا وانت قد المسؤولية. كمان يا برج الثور انت عندك نصائح، يعني ايه عندك نصائح للاخرين جدا، يعني كتير قوي من برج الثور اللي هيقعد الفتره بتاعه ديسمبر ينصح الاخرين، ينصح الاب، ينصح الام، ينصح الاخوات، ينصح الاصدقاء، هيبقى عندك نصائح بشكل دائم للناس القريبين منك والعزاز على قلبك، مش هتنصح حد غريب ولكن نصائحك دايما للقريبين منك. هتبقى شايف ان هي لازم اقول، يعني هتبقى النصيحة واكلاك جدا، اللي هو لازم اقوله، لازم انصحه، لازم انصحها، لازم اقف جنبه، لازم، ده هيكون موجود عندك جدا جدا. بس خلي بالك ان بعض الحاجات اللي زي كده ممكن توقعك في مشاكل وانت مش واخد بالك، يعني لازم نشوف هل النصيحة دي هتكون إيجابية للشخص، أو الشخص هياخدها بشكل إيجابي ولا لأ، ولا هياخدها بشكل إن إحنا بنتدخل في حياته، بياخد النصيحة على أساس إن إحنا مش بنقول له نصيحة، ممكن يكون قصدنا حاجة تانية، يعني نشوف الشخص ده نفسه هيتقبل النصيحة إزاي قبل ما أنا أقول له نصيحتي. كمان يا برج الثور انت هتفرح جدا بدعم بعض الاشخاص، يعني عندك حاجة هتفرحك قوي في شهر ديسمبر، ان انت هتلاقي دعم من الاخرين، هتلاقي دعم من الاشخاص اللي حواليك، هتلاقي ان في اشخاص بتقف جنبك بتحاول تساعدك سواء ماديا سواء معنويا، سواء ان هي بتقف جنبك تعدي لك مصالح، بتنصحك، واقفة جنبك باي شكل من الاشكال، فده شيء هيفرحك جدا وتحس ان انت في حاجة كبيرة، في داعم قوي. والأكتر إن برج الثور هتلاقي دعم كبير من الحبيب أو الشريك الفترة بتاعت شهر ديسمبر، هتلاقي حب كبير منهم وهتلاقي اهتمام وهتلاقي إن هم عايزين يدعموك بكل حاجة هم يقدروا يدعموك بيها، وده هيكون شيء رائع جدا ومميز جدا بالنسبة لك. كمان هيكون عندك بعض الخوف من العروض، الخوف من السفر، مع ان انت منتظر سفر ومع ان شغلك هيكون متطلب سفر، وفي بعض من اصحاب برج الثور اللي شغلهم اساسي معتمد على السفر، فهيكون عندك خوف من السفر وخوف من العروض اللي ممكن تتلقاها سواء لعملك سواء كمان لأمور حاجات كتير. فكرة العروض والمفاجأة في الطلب، المفاجأة في بعض الحاجات اللي انت مش متخيلها شوية، فكرة المفاجأة والعروض دي بالنسبة لك هتخيفك جدا، وهتحس ان انت مش عارف تاخد قرار، لازم اللي هيديك القرار ده يكون دعم من الاخرين. يعني برضه اقول لك نصيحة في الموضوع ده، ان لو انت مش عارف الموضوع ده انت قلقان منه وخايف ومتوتر، اسأل حد انت قريب منه قوي وحد انت عارف ان هو بيدعمك، من الاشخاص اللي بتدعمك او الاشخاص اللي بتحبك واقفة جنبك، فده اللي هيدي لك القرار بشكل صحيح، لان انت نفسيا مش هتبقى مهيأ تقول قرار معين في العروض او الاشياء المفاجأة اللي ممكن تظهر لك في شهر ديسمبر. اما في الحب هتحس ان انت مشتاق للحب، مشتاق للحظات الرومانسية، حاسس بحنية اكتر، يعني برج الثور هيكون حاسس بحنية، هيكون بيهادي جدا الحبيب، لو في مشاكل هيحاول يصلحها، هيكون مشتاق جدا ان يبقى مفيش مشاكل، مفيش حاجة تبقى توجع قلبنا، عايزين نحل الدنيا، عايزين نحب جديد، عايزين نرتبط، عايزين نعيش زي الناس اللي عايشين في العاطفة مبسوطين، ده اللي بيجرك جدا رغم المشاكل او الهموم او الحاجات العملية الضغوط، انت الحب
الحب وقلبك غصب عنك هيكون بيشدك جدا للحب، للرومانسية، للطاقة العاطفية جدا جدا يا برج الثور. وده هيكون وضع رائع جدا، لان انت شايف ان الحب هيدعمك في امورك الحياتية قوي وامورك العملية. يعني انت هتعرف ان الحب هو الداعم الاساسي ليك، وحقيقي هو برج الثور الحب بيدعمه جدا، بيحس بامان بيتكل عليه، فيبدا ان هو او ياخد القوه ان هو يركز في عمله اكتر ويركز في اموره الحياتيه اكتر. ده بيكون داعم قوي جدا ليك. عامه دي كانت التوقعات لاحساس مشاعر تفكير برج الثور في شهر ديسمبر 2019. بتمنى ان انا اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.